سبور إكسبرس. أهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. بداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي أنهى اليوم العشية تحضيراته لمواجهة غينيا الاستوائية غدوة 8 متاع الليل في رادس لحساب الجولة الثالثة من تصفيات المونديال. الحصة التدريبية للمنتخب التونسي شهدت مشاركة كل اللاعبين والتحاق هيثم جويني مهاجم الملعب التونسي لتعويض غياب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك المصري اللي تعرض البارح الإصابة خلاته يغادر معسكر المنتخب. المنتخب الوطني منتصر لوحيشي فسر اليوم العشية في الندوة الصحفية الخاصة بالمباراة أسباب تفضيل دعوة جويني عن مهاجمين آخرين. هتنسمع لوحيشي شنو قال في الندوة الصحفية اللي حضرها زميلنا أحمد عدالة. بالنسبة لهيثم الجويني عادي، يعني غياب جزيري البروفيل اللي يكون موجود معايا سام بروفيل حاجة يضر يعني معناها عادية وني كويرون في الشوار، خاطر هيثم كان معنا في مارس في الستاج بتاع مصر، كان موجود مع المنتخب في كاس افريقيا الكان الاخرى، كان عمل لي نونتري باهي ماتش ملاوي. دونك احنا حسب اللي زتاكون موجودين معناها الناس اللي تنجم تلعب في الريجيستر هذاك، لو كان فما عصام جبير انه عصام بحكم الاصابه نتاع سيف جزيري صارت البارح من جابون معناها صعيب باش يخلط على الماتش الاول. دونك وقع الاختيار على هيثم اللي هو يعرف المجموعه يعرف الملاعبين. بالنسبة لأخبار منافسنا منتخب غينيا الاستوائية فإنه أجرى اليوم العشية آخر حصة تدريبية ليه قبل المباراة، كان شارك فيها مهاجم المثير للجدل إيميليو نسوي اللي كانت سلطت عليها الفيفا مؤخرا عقوبة الإيقاف بسبب تمثيله للمنتخب الغيني الاستوائي بشكل غير قانوني لمدة 11 عام. نسوي تدرب على انفراد وبش يكون خارج حسابات المدرب أخوان ميتشا لمواجهة المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة لفيديريكو بيكورو متوسط ميدان النادي الإفريقي فإنه غاب عن تدريبات المنتخب الغيني الاستوائي وبش يغيب كذلك عن المباراة رغم تواجده في قائمة اللاعبين المدعوين لمعسكر المنتخب الغيني الاستوائي، والسبب تلقيه بطاقة حمراء في آخر مباراة ليه مع غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا الماضية. بالنسبة للتشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي في ماتش غدوة، في حراسة المرمى نلقاو بشير بن سعيد، في محور الدفاع منتصر الطالبي شكون معاه ياسين مرياح أو علاء غرام، حمزة المثلوثي كظهير أيمن، علي العابدي ظهير أيسر، وسط الميدان موجود كل من عيسى العيدوني الياس السخيري ومحمد علي بن رمضان، وفي الهجوم الياس العاشوري موجود كذلك صيف الله الطيف أو حمزة رفيعة والياس سعد باش يكون كرأس كقلب هجوم. نذكروا أنه المقابلة غدوة 8 ومنقولة على القناة الوطنية الثانية. تدريبات المنتخب الوطني التونسي اليوم العشية كان حضر فيها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش اللي تحدث عن أحداث الديربي وأكد أنه ما ثماش تمييز بين الأندية وأنه في المقابل يلزم تجريم الأفعال وتطبيق النصوص القانونية. دقيش أكد كذلك أنه أحداث الديربي وقع التخطيط لها مسبقا. هيتنسمع وزير الشباب والرياضة شنو قال في ميكرو زميلنا أحمد عدلة. رانا ما نستهدفوا حتى نجي، نحن نستهدفوا أفعال باش تكون الأمور واضحة، نعرف على خاطر اللي صار البارح كيما اللي صار في الدربي المرة الأولى، وما ثماش هكا ديسكريميناسيون الكلوب والاسبيرونس نقولوها دو مانيير بالنسبة لينا النوادي الكل كيف كيف، أما الأفعال هي اللي يجب أن تجرب، النصوص القانونية موجودة ويجب تطبيق هذه النصوص على الناس الكل، وصرنا ما عادش نتفرجوا في كورة. فهمت كيفاش؟ ولينا نتفرجوا في مسائل يعني مخططة من قبل، فهمني؟ اللي صار راهو يعني قلت البارح هذا وقع تدبير له من قبل، وشفت البارح شنو اللي صار وقعدت مع الأمنيين، هذا يعني وقع التخطيط له من قبل، ما عادش نحن في كرة ولينا يعني في مستوى آخر. نعاود نقولها مرة أخرى، رانا نجرموا في أفعال، ماناش نجرموا في أشخاص وماناش نجرموا في نوادي، وتعرفوا أنه نحن ضد العقوبات الجماعية. كان هذا وزير الشباب والرياضة كمال دديش وتعليقه عن أحداث الديربي. نجم المتلوي استغنى اليوم بشكل رسمي عن خدمات المدرب قيس اليعقوبي وتم تعيين ابن النادي عصام بيتسي لقيادة فريق المناجم في مباراة الجولة الأخيرة والحاسمة من البلاي أوت ضد مستقبل سليمان.
نواصلوا مع نجمة المتلوي اللي طالبت إدارة الجامعة التونسية لكرة القدم وإدارة التحكيم بتعيين طاقم تحكيم أجنبي واعتماد تقنية الفار في مباراة الجولة الأخيرة من البلاي أوت ضد مستقبل سليمان في ملعب سليمان، مباراة هامة في سباق ضمان البقاء في الرابطة الأولى. نجم المتلوي ينجو من النزول في صورة الفوز والتعادل ومستقبل سليمان أمام حتمية الانتصار لضمان البقاء. التنس، أنس جابر المصنفة التاسعة عالميا غادرت اليوم دورة رولان غاروس من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام الأمريكية كوكو غوف المصنفة الثالثة عالميا بزوز مجموعات مقابل شوط تفاصيلها 4-6 6-4 و6-3. نختم بأبرز النتائج خارج تونس والمباريات الودية التحضيرية لليورو. إيطاليا متعادلة إلى حدود دقيقة 94 مع المنتخب التركي 0-0. البرتغال كانت فازت على فنلندا 4-2. النمسا 2-1 فازت على صربيا وسويسرا تضرب برباعية نظيفة ضد المنتخب الأستوني. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاها على السيت موزايكا فام.net.